أريال كاسترو الرجل الأمريكي المتهم باعتقال 3 فتيات لمدة عقد واحد في منزله في مدينة كليفلاند أنكر هذا الأربعاء جميع التهم الموجهة ضده أمام المحكمة. من بين التهم 139 جريمة اغتصاب، 177 عملية خطف وجريمة قتل. السيد كاسترو يواجه مئات الأحكام بالسجن، لكننا نأمل بالمضي قدما للتوصل إلى حل لتجنب المحاكمات غير الضرورية المتعلقة بالقتل والأعدام. كاسترو وقد كان سائقا لحافلة يتوقع أن يكون قد خدع الفتيات الثلاث اللواتي تم تحريرهن من منزله مؤخرا عبر اقتراح إيصالهن بحافلته. أصغرهن كانت تبلغ من العمر 14 عاما، أما الكبرى فكانت تبلغ من العمر 20 عاما.